عامل حالك زلمة؟ قاتلني لشوف وش لوش. شو خفت؟ ولا نحن مو قد المقام؟ ورجيني مين القبضاي فينا. مين انت؟ انت مين؟ يا ريت بقدر اكتب لك الألم اللي جواتي. اليوم كان عندي رغبة كبيرة اني اكون شاب، يمكن لانه شاب مو بس بتختلف لغويا عن كلمة بنت، بس لانه الشاب اقوى ولانه الناس بتشوفه بطريقة تانية. السلام عليكم يا ديالو، بدي احكي معك كلمتين الله يرضى عليك. وشو هدول الكلمتين؟ ما بيصير يلي عم تعمليه يا بنتي، انا بدي ساعدك لحتى الله ياخد بايدك لطريق الهدى. تفضلي احكي. باين انه في غشاوة عم تعمي على بصرك وفؤادك والعياذ بالله. وانت اللي بدك تقيميها عني وتخلصيني منها؟ ايه طبعا. ما سمعتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا ذهبا ولا فضة، ولكنهم ورثوا هذا الدين، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. يعني انتي وريثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه طبعا. ايه بس انا حسب معلوماتي المتواضعة انه النبي صلى الله عليه وسلم كان ارحم من هيك، ولو كان في حدا مثله هون لكنت تعطوا من دون تفكير. انتوا دائما بتحاولوا تقنعونا انه الطريق لالله لازم يكون من خلالكم، كأنه نحنا ما بنقدر نوصل لالله، وشوي شوي بتبعدونا عنه. استعوذي بالله، اسأل الله ان يهديكي ويردك للصواب. ما بيغيب عن بالي هداك اليوم اللي جبرتني امي اني احضر فيه درس من دروسك، ولك كنت حاسة حالي عم بختنق شوي شوي. كنتي عم تحكي عن الحياة وكأنه ما إلها معنى، والحياة الحقيقية هنيك فوق. لك رفعت ايدي لحتى اسألك، لهالدرجة حلوة الجنة؟ طب شو عاملة؟ كيف شكلها؟ صرختي بوجهي وقلتيلي؟ اللي بتقلك يا شيختك بتتقبليه من غير سؤال، وإلا بتنطردي من رحمة الله. من يومها وأنا حاسة فعلاً إني بعيدة عن الله، بعيدة كتير. لأنك أنت مغضوبة من أهلك وما بتحضري دروس الدين ومالك راضية شيختك وما بدك تتحجبي رغم بلوغك. إيه لا، هالحكي مو صحيح. أنت ما بتعرفي شو بعاني جواتي أو حتى تفاصيل حياتي الخاصة لحتى تحكي عن الموضوع بهالطريقة السطحية هي. الحجاب فرض يا ديالو، وأنا آنستك وشيختك يلي بقدر حطك على الطريق الصحيح، وأنا ما مددتلك إيدي. حاجتك ضلالة، وخلينا نعمل لك حفلة مع البنات مننشد لك فيها ونلبسك الحجاب.